وقد تعددت فيها الآلهة وكثرت التماثيل المعبودة من حجر ومن خشب. ترى من يصنع هذه التماثيل ومن هو كبير حكيم؟ أيها الشيخ الجليل، ماذا أصنع؟ تعرفون جميعا أنني كبير النحاتين الذي يصنع تماثيل الآلهة المعبودة. كثر عددها جدا، وأنا أسألك ماذا تصنع من جديد؟ إنها تماثيل ستشتريها القبائل العربية عندما يأتي موسم التجارة والحج. إذن سيكون لكل قبيلة إلهها الخاص. وما المانع إذا كانت تحرسهم وإن تكاثرت هذه التماثيل؟ ليست بآلهة. كأنني أسمع منك كلام ابن إبراهيم. إبراهيم ابنك اليافع الذكي؟ نعم نعم، أصبح يزدري مهنته وليس هذه، ويقول كلاما غامضا لا أفهم منه شيئا. إنها آلهتنا التي ورثنا عبادتها عن آبائنا وأجدادنا. تصور أن ابني إبراهيم لا يتقرب إليها بالنذور ولا يتعبد أمامها. بل يحتقرها ويزدريها. تريد أيها العبد؟ لقد وقع هذا المعبود على الأرض فانكسر. أنت أوقعته. أتجرؤ على ذلك أيها العبد الحقير؟ سوف تغضب عليك الآلهة وتسخطك حيوانا كريها مشوها. ما أظنها ستفعل. لو كانت لها القدرة لعمت نفسها. أجل، هكذا يقول إبراهيم.
انظر إلى هذه الجارية. ما أغرب ما يفعله إبراهيم ابن كبيرنا حاتيم، إنه يجلس متأملا فوق ذلك التل منذ شروق الشمس، لا يساعد أباه في صنعته ولا يتزحزح من مكانه. اقترب أيها العبد. من أنت؟ أنا عبد سيد من سادات القوم. عبد كبيرنا حاتيم، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، وهذا بيته. أبلغ سيدك أنني وافد إليه. ومن أنت حتى أبلغه؟ أنا سيد القبيلة، وقد جئت لأستلم تماثيل آلهتنا. وقل لابنه إبراهيم أن يأتي معك ليساعدنا في نقل التماثيل. إبراهيم لن يفعل ذلك، لن يفعل. إبراهيم يرفض دوما أن يساعدنا. أجل، إنه يقول كلاما غامضا لم أفهم منه شيئا. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ماذا تفعل بهذا الليل البارد يا إبراهيم؟ أنت تقعد هنا منذ شروق الشمس، هذا عجيب. فتى من العرب يقلب أمر العبادة بين الأرض والسماء ويقول الشمس والقمر مخلوقان. لعل كلامه صحيح، فأنا كرهت هذه الآلهة، فقد توسلت إليها كثيرا وقدمت لها النذور ولم تفدني بشيء. بآلهتنا، من يستطيع أن يقتحم مقدساتنا؟ بل من يجرؤ على دخول هذه الأماكن؟ إذا علم الناس فلن يكون لنا ولا لمعبوداتنا أي خيمة. من تجرأ وحطم أصنامنا؟ من؟